السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديروا مراجعه لدو شابيتر اللي هما لو شابيتر 7 اي لو شابيتر 8 ديال لو رومو اوتوبيوغرافيك لابوطا ميرفيد احمد الصفريوي. نتمنى انكم تكونوا شفتوا الغيفيزيون اللي درنا قبل ديال لي زوتر شابيتر باش هكا تكونوا غادي معايا مزيان في المراجعه. واللي بغى الشرح ديال القصه كامله بالعربيه غادي تلقاوني شارحها صفحه بصفحه فلاشين يوتيوب قناه التفوق بامتياز. بغيتو الدروس ديال لا لونغ غتلقاوها، بغيتو لي كيسيون لي ريبونس، بغيتو البرودكسيون اكريت، اي حاجه خصاتكم دخلوا لاشين قناه التفوق بامتياز وغادي تلقاو كاع داكشي اللي كتحتاجو. نبداو على بركه الله الغيفيزيون ديالنا. ريبوندي بار فري او فو، نجاوبو بصحيح او خطا. C'est le frère qui se charge des frais pour les préparatifs de l'Ashura. Qui fait arriver, nous, que nous voulons fêter le mercredi. L'Ashura, ça veut dire qu'ils essaient de le faire, qu'ils s'accompagnent bien, qu'ils occupent des gilets. Le moins, ils veulent lui donner une autre touche à ce mercredi. في هذه الجمله هذه كيقولنا ان الفقيه لو ميتر دو ليكول كورانيك هو اللي تكلف بالمصاريف ديال الاحتفال بعاشوره، يعني بداك الشيء كامل اللي مخسور على المسيد. معلومه خاطئه، كل واحد جاب شي حاجه، كل واحد تبرع بداك الشيء اللي قدر الاهل ديال التلاميذ باش غادي يحتفلوا بهذه العاشوره. اذا هنا غادي نديروا فو. سيدي محمد اكونباني سون بير بور لاشا دي جوي. سيدي محمد لو ناراتور ديالنا، لو بيرسوناج برينسيبال ديالنا اللي العمر ديالو 6 سنين، رافق الاب ديالو باش يشريو اللعاب. معلومه صحيحه. اذا هنا غادي نديرو فغي. مشى مع لاله زبيده باش يشري ليه، باش يشري ليه الحوايج جداد من القصريه، ومشى من بعد مع الاب ديالو باش يشري ليه اللعاب. Le jour de la Ashura, l'arrivée imprévue de Lella Aïcha, le programme prévu par Lella Zoubida pour l'après-midi. يعني نهار ديال عاشوراء من بعد ما تغدات لالا زبيده مع الزوج ديالها المعلم عبد السلام وولدهم سيدي محمد، جات هاد لالا عائشه، يعني بدلات ليهم البروغرام، بدلات لالا زبيده البروغرام اللي كانت دايره. معلومه اللي هي صحيحه فغي، يعني ما كانوش معولين ان لالا عائشه غتجي عندهم حتى بعتات كي كنقولوا حنا. لا في دو كوافور سي لا دوزيام فام دو مولي العربي. بنت الكوافور هي المرأة الثانية ديال مولاي العربي. معلومة صحيحة. إذا هنا غادي نكتبو فغي. مولاي العربي من بعد ما باعت على قبلو لالا عائشة الزوجة الأولى ديالو، باعت الذهب ديالها، باعت بزاف من الفراش ديالها باش تعاونو يدير محل جد، من بعد ما وقع ليه المشكل مع داك لاسوسي ديالو اللي هو عبد القادر. مني السيد وقف على رجليه ولا وعندو الفلوس فكر أنه يتزوج، حيت ما كتولدش لالا عائشة، قرر أنه يتزوج باش يكون عنده هكا يعني شي وريث. يعني هاد المعلومه هادي هي صحيحه. والسيده اللي تزوج بها احنا ما عارفينش السميه، فقط عارفين انها بنت الكوافور. هادي هي المعلومه اللي عندنا. لو ناراتور اي تري اون كولير كونتر لي زادولت. سيدي محمد اللي هو الراوي ديالنا يعني غاضب فوق القياس، يعني غاضب بزاف من الناس الكبار. علاش؟ حيت هو كيحس انهم ما كيفهموش، هو كيعيش في واحد العالم بوحدو والناس الاخرين كيعيشوا في واحد العالم بوحدهم. يعني هاد المعلومه حتى هي معلومة صحيحة. غادي نديرو فغي. سلامة سيتون ماريوز بروفيسيونيل. هاد سلامة هادي هي واحد السيدة اللي كتزوج يعني الناس مع بعضياتهم، يعني سيدة من شحال هادي من بكري، والحرفة ديالها والمهنة ديالها أنها كتلاقي مثلا راجل باغي يتزوج كتقلب ليه على شي مرا كيف باغي، وهكا وكتلاقي الناس مع بعضياتهم. هاد المعلومة هادي حتى هي صحيحة. وهاد السلامة هادي هي اللي تلاقى معاها هاد مولاي العربي اللي هو راجل لالا عائشة، وقال ليها راه باغي نتزوج باش يكون عندي واحد الوريث، على العلم أنها هي كتعرف لالا عائشة وصاحبتها هاد لالا عائشة، ورغم ذلك غتقلب ليه على هاد السيدة اللي هي لافي دي كوافور وغادي يتزوج بها ومن بعد غادي يطلقها. Le père du narrateur perdu tout son argent au souk des hik. Le père du narrateur, اللي هو المعلم عبد السلام، اللي هو سيدي عبد السلام، فقد كاع الفلوس ديالو، tout son argent, tout son maigre capital, tout son fonds de roulement, فواحد البلاصه في السوق ديال الحيك، ملي كان مشى باش يشري لي براسلي لالا زبيده، وكانت معاه لالا زبيده وفاطمه بزيويه وسيدي محمد. وكيف عرفنا وكيف شرحنا في لو شابيتر ان هاد الدلال هذا اللي شرا من عنده المعلم عبد السلام
لي بغاسلي كان يعني يعصب المعلم عبد السلام، بقى كي يبغي المعلم عبد السلام يزيدو في الثمن ديال لي بغاسلي، في الاخر هو يضارب مع المعلم عبد السلام، ومني شرا لي بغاسلي بغى يدير الفلوس في المشوار ويديرهم في الساكوش طاحوا ليه، هو عاد راسو راه دارهم في الشاكوش ديالو. اذا هذه المعلومه هذه راه هي صحيحه. مولاي العربي سي روماريي باسكيل ديزيري افوار اون جون فام كوم ايبوز. مولاي العربي راجل لالا عيشة عاود تزوج، روماري يعني عاود تزوج، حيت كان كيرغب انه تكون عنده مراه، يعني تكون واحد المراه اللي هي شابه ماشي شارفه بحال لالا زبيده. هاد المعلومه هادي خاطئه، ماشي هو بغى يتزوج بوحده صغيره، ولكن بغى يتزوج فقط الهدف ديالو باش يولد. اذا هنا غادي نديرو فوق ماشي فغي. لالا زبيده غوفوز لي بيجو اشتي بار سون ماري باسكيل فوا كيل سون تري شير. لالا زبيده الام ديال الراوي ديالنا اللي عندها 22 عام رفضت الذهب اللي شرا ليها الزوج ديالها اللي هو المعلم عبد السلام. علاش رفضاتو؟ باسكيل فوا حيت كيبان ليها كيل سون تري شير، بلا الذهب اللي شرا ليها هو غالي. هاد المعلومه خاطئه، ماشي رفضات لي بيجو حيت هما غاليين، ولكن رفضاتهم حيت قالت بلا هما غيجيبوا ليها الشؤم للدار، حيت بالسبب ديال هاد لي بغاسلي ضارب المعلم عبد السلام مع داك الكورتي ومشاو ليه الفلوس. يعني هنا غادي نديرو فوق ماشي حيت غاليين، ولكن حيت هي كما كنقولوا منحوسين. لومسيد اي دي ميناجي دون ان بوتي سانكتيير. لومسيد يعني عاود تحول، ما بقاش المسيد الدراري غيمشيو يقراو في المسيد اللي كانوا كيقراو فيه شحال هادي. مني جا الصيف هاد المسيد غادي يتحول لواحد البلاصه، واحد الضريح، واحد الزاويه تما فين غيوليو يقراو الدراري. هاد المعلومه هادي صحيحه، اذا غادي نديرو فغي، غنديرو هنا فغي. لالا كنزة أدوني أسيدي محمد أون بواني دو غران دو سيزام كوم ريكومبونس بوغ لوي أبوغتي لاموند. لالا كنزة الشوافة مولات الدار اللي ساكنة في الريد شوسي، اللي ما مجوجة ما والو، اللي كيجيو عندها الكليان ديالها، عطات لسيدي محمد الراوي ديالنا اللي عنده 6 سنين أون بواني دو غران دو سيزام، واحد الكمشة ديال الجنجلان كوم ريكومبونس بحال المكافأة عطاتها لي بوغ لوي ابورتي لاموند، حيت جاب ليها واحد العريشة تاع النعناع. حيت قالت لالا زبيدة عطيني عريشة تاع النعناع، ولالا زبيدة صيفطاتهم ليها مع سيدي محمد، وسيدي محمد من يداهم ليها يعني كافأتو وعطاتو واحد الكمشة ديال الجنجلان. إذا هاد المعلومة صحيحة، غادي نديرو فغي. سيدي محمد ايطالي شيرشي لو بيترول بور سا مير. سيدي محمد هو اللي مشى كيجي باغي يجيب البترول الام ديالو، يعني بديك لا لامب ا بيترول، ديك البوله اللي كتخدم بالغاز، هو اللي مشى مني سالا ليها الغاز، هو اللي مشى يتسخر باش يجيب الغاز ليها. معلومه خاطئه، ماشي سيدي محمد، ولاني راجل رحمه دريس العواد هو اللي تسخر للا زبيده، يعني ماشي سيدي محمد ولاني دريس العواد. نكتبوا هنا دريس العواد هو اللي تسخر للا زبيده. حموسه سيتان كاماراد دو كلاس دو سيدي محمد. حموسه هو واحد صديق اللي كيقرا مع سيدي محمد في المسيد، يعني صديق ديال القسم. معلومه صحيحه، غنديرو هنا فغي. هاد حموسه هو اللي كان صيفطو الفقي قال لي سير عيط على سيدي محمد باش يجي يعاوننا في المسيد. وديك الوقيته اللي جا حموسه عند سيدي محمد كان سيدي محمد بارك كيلعب واحد الزماره قديمه ومحيح عليهم في دار الشوافه. لي فام كومونسيغ ا ايسيي لو طومبوغا دو جوغ افون لعاشور. العيالات يعني العيالات ديال دار شوافه ولا العيالات ديال فاس كلشي بدا كيجرب الطعارج ديالهم والبنادر ديالهم، يعني يومين بالضبط قبل من الاحتفال بعاشوره. وهاد المعلومه هادي حتى هي صحيحه، غادي نديرو فغي. لالا زبيده ناكسيبت با لي بغاسلي. لالا زبيده مابقاتش قبلات لي بغاسلي اللي شرا ليها المعلم عبد السلام، حتى هي معلومه صحيحه. سي فاطمه بزويه كي اكونباني لا فامي دو ناراتور او سوق دي بيجوتي. فاطمه بزويه هي اللي رافقات العائله ديال سيدي محمد للسوق باش يشريو لي بغاسلي. شكون هي هاد العائله هادي؟ العائله كتكون معلم عبد السلام اللي عنده 40 عام، لالا زبيده اللي عندها 22 عام، وسيدي محمد اللي عنده 6 سنين. يعني لالا زبيده دات مع فاطمه بزويه ملي بغا ملي باش يعني حتى هي تشاور معاها ملي تبغي تشري لي بغاسلي. حتى هاد المعلومه صحيحه. زبيده ديزيغي كو سو ماري شونج لي بغاسلي. لالا زبيده رغبات يعني كانت عندها واحد الرغبه ان الزوج ديالها المعلم عبد السلام يبدل دوك لي بغاسلي، ما عجبوهاش. هاد المعلومه خاطئه، ما بغاتش تبدل لي بغاسلي، واني قالت لي صافي غير سير عاود فيهم البيع. يعني هنا غادي نديرو فوق
في بلاصه فوندغ لي براسلي هي راه بغات تبيعهم، يعني غنديروا لي غوفوندغ ماشي يبدلهم وليني يمشي يبيعهم. سيدي محمد كومونسا ايمي ليكول، سيدي محمد ولا يعني بحال بدا كيبغي ليكول، بدا كيبغي مسيد حيت ما كانش كيحملو في الاول. علاش بدا كيحمل هاد المسيد ولا عزيز عليه المسيد؟ حيت تبدل المكان ديالو، كانوا كيقراو في المسيد دابا ولاو كيقراو في واحد الزاويه اللي كاينه تما في واحد الضريح في بلاصه القسم ديالهم اللي كانوا معودين عليه، يعني تبدل ليه المكان ولات عنده رغبه يقرا. هاد المعلومه صحيحه غنديرو فغي. Au souk des bijoux, le père du narrateur était disputé avec le courtier rusé. Souk dit le dab, le père du narrateur, l'ab dit Rawi, li huwa Sidi Mohamed, darb lina, ma le courtier, ma dak dlel rusé, le maker, li fait tahramiyat. Hit huwa, ki bghi shri min adou l'ma'alim aslam, ki gouli la ghad zidni, ra'taouni l'qad. Ki gouli haka, ha, hiya ziyada, ki gouli la, ki mshi ghbr, ki jiki gouli la, razit fattaman, yani safi huwa l'ma'alim aslam, i darb ma'a. Idan ad l'ma'alouma, hta hiya, صحيحه غنديرو فغي. لا سكوند ايبوز دو مولاي العربي سي لا في دي كوافور، المراه الثانيه ديال مولاي العربي هي بنت الكوافور، ومعلومه صحيحه ما عارفينش الاسم ديالها. لي ريسي دي مالور دو لالا زبيده اي دو لالا عائشه بروفوكير شي لو ناراتور لا فيفر. دوك القصص الحزينه الكئيبه اللي بقات كتعاود لالا زبيده ولالا عائشه يعني خلقوا عن سيدي محمد، يعني ولا كانوا السبب ان سيدي محمد طلع ليه سخانه، معلومه اللي هي صحيحه. حيت لالا زبيده كتشك على صديقتها لالا عائشه على البراسليات، كنت كباغا البراسليات ومني شريتهم صدقوهما اللي جاوا لي النحس للدار وهادي وهادي وما فرحتش بيهم. ولالا عائشه كتشك على لالا زبيده بان مولاي العربي اللي وقفت معاها كي كنقولوا رجعته راجل صدق هو اللي مزوج عليها ومخليها وخايد وحده صغر منها. لو ناراتور سويتي اتر دون سيزور دو ريف ان اوم سامبل اي روبوست. الراوي ديالنا سيدي محمد كيتمنى انه يكون في دوك الساعات اللي كيكون كيحلم فيهم كيعيش داك العالم ديال ليماجيناسيون ديالو بالفضل ديال لابوطا ميغفي ديالو، انه يكون واحد الرجل اللي هو عادي وفي نفس الوقت رجل قوي، روبوست يعني قوي. هاد المعلومه هادي او هاد لا فراز هادي هي فراز اللي هي صحيحه، اذا غنديرو فغي. سيدي محمد كومبار لو سوق دي بيجوتي ا اون فورميليير. سيدي محمد قار لينا السوق ديال لي بيجو، يعني كما كنقولوا بداك العدد الكبير ديال النمل، يعني قارنوا لنا بالنمل يعني حيت فيه بزاف ديال الناس. هاد المعلومه هادي صحيحه. لونفون كومبار لي بيجو فخوي. لونفون اللي هو سيدي محمد لو بيرسوناج برينسيبال ديالنا قارن لي بيجو، قارنهم بالفواكه، معلومه خاطئه. سيدي محمد قارن لي بيجو بلي فلور بالازهار ماشي بالفواكه، اذا غنديرو هنا فو والجستيفيكاسيون ديالنا في بلاصه لي فخوي غادي نديرو فلور الورود ماشي الفواكه. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو، وما تبخلوش عليا بجام والبارطاج مع الاصدقاء ديالكم، ودعوه الاب ديالي وجميع الاباء ديال المسلمين بالرحمه والمغفره.